الموسي حامل لقب أول انتصارات هذا الموسم، وذلك من خلال ثلاثية مقابل هدف أمام مضيفي نادي رياض البنزرتي في قمة لقاءات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. قلب ترجي العاصمة تأخره بهدف زبير الدراجي لانتصار ساحق بثلاثة أهداف حملت على التوالي توقيع كل من اللاعب السابق لنادي البنزرتي إيهاب المباركي والدولي الغاني أريسون أفول في مناسبتين. في المقابل فرط نادي البنزرتي في فرصة تقليص الفارق عندما أبدع بن شريفية في صد ركلة جزاء فاشلة أوغبونا في تحويلها إلى هدف.